اخدك لحاجة تانية عشان تعرف ان يا ابو حميد الحقوق اللي مهضومة العالم بيجيب الحقوق، العالم كله بيتكلم عن الخمسة وعلى اسيست امر السولية، ده لا يقلل من الزمالك نهائي يا جماعة، والله لو الزمالك فاز هنعمل كده، والله ما في بيننا ما بين الزمالك الا كل خير. شوف العالم كله، مش انا عبد الناصر زيدان، العالم كله بيتكلم عن الخمسة واسست السولية. اتفضل يا ابو حميد. يعني وده برضه احنا توقعناه مع حضرتك بالامس، قلنا يعني اسيست عمرو السوليه والحركه الشهيره اللي عملها الرهونه زي ما بيطلق عليها، كنا متاكدين ان العالم كله هيتكلم عليه. وبالفعل يعني لو تصفحنا كده سريعا، ويمكن خدنا وقت كده قعدنا نبص على اهم الصحف في العالم، هنلاقي مواقع كتير وهنلاقي اخبار كتير اتكلمت في هذا الموضوع. يعني من اول يعني خلينا نبدا مثلا كده احد المواقع الشهيره، يعني وموقع شهير بيتكلم في الكوره دايما اسمه جي زي سبورت، كان كاتب على تويتر didn't know دي ماريا played in the Egyptian league، يعني احنا ما كناش نعرف ان دي ماريا بيلعب في الدوري المصري، وحاطط صوره لعمرو السوليه وهو بيعمل الاسيست بتاعه، وقال ان الاهلي عمرو السوليه pulled off the finished assist you will ever see against الزمالك، يعني عمرو السوليه عمل لعبه ما تشوفهاش تاني أجينست فريق الزمالك في يعني ضد نادي الزمالك في مباراة في الدوري المصري. موقع تاني برضو شهير جدا اسمه سيباك بولا، كاتب رابونا ان ديربي ماتش از ريلي كول توت اونسو ان اسيست، يعني مش يعني عمل عمرو السولية عمل رابونا في الدوري المصري، وبيقول ان ده مش ده ليس مجرد اسيست. عمرو السولية تبدأ بسيوت ميسي وريليش تراكونا اسيست ان الاهلي زمالك، وكاتبين ان الاهلي انجويد ادريم فيرست هاف ان ذا ايجيبشن بريمير ليج انكاونتر الزمالك اون فرايدي ايفنينج، يعني النادي الاهلي استمتع وكان في حلم بيحققه قدام نادي الزمالك بثلاثيه نظيفه في الشوط الاول، وقال لك ان لعبه عمرو السولية يعني اسيست زي ما بيقولوا كده ايه يعني سخيف اجينست نادي الزمالك، يعني ضد نادي الزمالك. وبعدين برضو من ضمن المواقع الشهيره برضو موقع اسمه ايديكي او ايديسكي تايمز بيتكلم على بيتسو الاهلي هيد تايز باست زمالك، يعني اهلي بيتسو ويقصد بيه بيتسو موسيماني يضرب الزمالك بخماسيه تاني، فاتكتب ان الاهلي هيد كوتش بيتسو موسيماني يعني انها المباراه 5-3 في ديربي القاهره. كمان برضو كاتبين از ذيس ذا بيست رابونا ايفر عمرو السوليه اوف الاهلي سكور ان ايبك كروس اجينست زمالك، احد المواقع الشهيره اسمه كينج نيوز يقول هل هي افضل رابونا في يعني عموما، هل هي افضل في التاريخ عمرو السوليه يصنع يعني اسيست او كروس او عرضيه تاريخيه اجينس ضد نادي الزمالك، يعني يقول لك هل هي الافضل في التاريخ؟ حاجه كل بيتساءل، يعني حتى الكاتب باتريك تيوكس كان بيتساءل ربما تكون هي افضل باصه بحركه راكونا في تاريخ كره القدم. كل المواقع انا قلت امبارح، انا قلت امبارح الاسيست ده هيتم هيتحاكى به الجميع وسنراه في استفتاءات الافضل في كل حفلات العالم مع نهايه السنه، احفظوا كلامي، مع نهايه شهر 12 لن يكون هناك استفتاء في العالم بما فيه الفيفا بتاع احسن لاعب الا وعمرو السوليه سيكون موجود بهذا الاسيست. خدوا كلامي بس وتوقعي، يا حتى لدرجه ان الاهلاويه عشان يكافئوا عمرو السوليه عملوا له صوره فوتوشوب زي ما عملوا صوره القضيه، ممكن يعني قفشه والقضيه ممكن عملوا للسوليه ده اسيست. بص عمرو السوليه دخل بالتاريخ، يعني ده عمرو السوليه بعد 20 سنه ربنا يديله الصحه الناس هتقول له مستر اسيست عمرو اسيست. مش بص ربنا قالهالي الكابتن مصطفى عبده، قال لي ربنا لما يكون راضي على لاعب يديله نفحه قبل ما يعني في مجده، على كان تفضل في اذهان الناس لغايه ما يوصل 100 سنه لو جحد من اهل الدنيا. قال لي كل لاعب فينا لنفحه،
النفعة دي ممكن تكون حاجات كتير، يعني مش حاجة واحدة. يعني مثلا 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 هو في حد ينسى هدف طاهر ابو زيد في الزاكي؟ بس طاهر جاب اهداف كتير حلوه، بس الناس طاهر بقي مارادونا النيل بايه؟ بهدف المغرب اللي صعدنا للنهائي في كاس 86. حد ينسى من الجيل الحالي هدف افشه اللي جاب بطوله افريقيا؟ القضيه ممكن لن تنسى الى مر التاريخ. حد يقدر ينسى اسيست محمود علاء؟ لا طبعا ده بقى مستحيل. خد بيبو جول. فمن هذا المنطلق الأهلوية قالوا له مش هننساك، سنخلدها لك بقى. بص اهو 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 شايف. انا بقول لك على فكره دي يعني دي فوتوشوب يا جماعه، بس لو سمحت لو سمحت دي فوتو اوضح دي فوتوشوب. دي الصورة دي من تجديد السلية مع الأهلي، الأهلوية صح. ركبوا عليها الأسيست صح أهو. برافو عليك إنك وضحت علشان الناس ما تاخدهاش، لأن أنا عارف الناس هتاخدها في حتة ده السلية نشر دي وبيتريق وعاملين. بس أنا ليا عندك رجاء يا أستاذ أحمد. اتفضل. الفقرة ده؟ لا الفقرة دي يا ريت تتقص وتبعتها لعمرو السلية وأنا هبعتها له على تليفونه مع المواقع والترجمة اللي انت قلتها انجليش والترجمة للعربي اللي يحتفظ بيها، لان اعتقد ما فيش حد عمل له الفقرة دي. العالم كله يتحدث عنك يا عمرو، فانت اصبحت مستر اسيست، ويأتي اي اسيست تاني وراك بما فيهم اسيستات ميسي وكريستيانو ومارادونا رحمة الله عليه وبلاي ربنا يديله الصحة. هذا الاسيست لم يراه احد في تاريخ كرة القدم، حتى الموقع اللي قال دي ماريا. عفوا انا ما شفتش دي ماريا عمل كده. دي نفحه من عند الله، اذبح بقى ان شاء الله فرخه وابعت لي الورك. عمرو يا سليا موقع جي سي سبورتس قال لك افضل حركه ربوانة في التاريخ، قال لك يعني هي الافضل ما فيش زيها تاني. وبرضه موقع واتسون الالماني قال لك يعني هي افضل اسيست في العالم، يستحق الدوري المصري الحصول على جائزه افضل اسيست هذا العام. حتى المواقع الاسيويه اتكلموا فيها، كل المواقع مش بس الاوروبيه. يعني فعلا قال لك ربما تكون هي الافضل، وقال لك هو افضل اسيست هذا العام. حتى قبل نهايه العام قال لك لا ما فيش مش هتلاقوا زيها يعني. يعني اعتقد ان فقره النادي الاهلي النهارده مميزه جدا، عشان تعرفوا ان بندي كل واحد حقه.